ببركة الله نستعين، ومنه سبحانه وتعالى نطلب التوفيق والسداد والنجاح. ينطلق شوط الختام، ينطلق شوط ختام هذا اليوم وهذا المساء الجميل. في يوم الغد سوف تشهدون يوم خاص باللقايا مع الأربعة كيلومترات في الفترة الصباحية أشواطنا العامة. 35 شوطا سوف نكون معكم في صباح الغد في تمام الساعة 5:30، بينما الانطلاق في الفترة المسائية الساعة 2 من ظهر يوم الغد 17 شوطا، خاصة بأشواط أصحاب السمو الأمراء والشيوخ وأشواطنا المفتوحة. مشاهدينا الأعزاء، شوط الختام وما بعدها نسدل الستار على يوم خاص بالحقائق بأكمله. أيها الحفل الكريم، ناخذ المركز الأول وبداية الأسماء، وهذه هي بلشة على المركز الأول. بلشة في مقدمة الشوط، تعود ملكية بلشة لسيد سعد بن مبارك بن ضعيف النابت المري، بينما المركز الثاني وصلت هنا راهية للسيد أحمد الشرقي بن حميد الوهيبي على المركز الثاني. بينما ننتقل لنتابع المركز الثالث، وهذه الجازي وصلت على المركز الثالث للسيد مبارك بن محمد بن سعيد بن محمد آل سفران المري. وفي المركز الرابع نرحب بالقدوم ونرحب بكل الشعارات التي قدمت وتعنت لهذه المشاركة على أرضية الميدان. صوغة لسيد فهد بن فلاح بن علي الجربوعي المري على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، يا سلام يا سلام يا مشاهدينا الأعزاء، على الهواء بثا مباشر وعبر قناة الريان الفضائية تتابعون اللي وصلت راهية لحمد بن مسفر بن حمد بن محميد المري على المركز الرابع، وانتقلت بدورها إلى المركز الثالث. شوفوا الكادر التحتي، ياهو سيل من اللقايا، ياهو سيل من الحقائق في أرضية الميدان، أرضية ميدان التحدي. 60 مشارك ينطلق، يعتبر أخف الأشواط. يا سلام، أعود إلى مقدمة الشوط وإلى اقتحام المراكز، اقتحام المراكز. يا سلام، شوف اللي واصلة، شوف الشاهرية لعلي بن محمد بن فهيد الفهيد المري، كيلو متر واحد، كيلو متر واحد يا متأخرين. شوط الختام لمن؟ ختامها لمن؟ من سوف يختتم هذا المساء في هذا المساء الجميل؟ شوف اللي واصله، شوف اللي قادمه. هذه المدينه او زعفرانه، حمد بن راشد، حمد بن راشد بن سعد النابت اللي ينطلق ويقول انه يختم مساء هذا اليوم، مساء هذا اليوم، مساء هذا التحدي، في يوم من تحدي، في ميدان التحدي، في اثاره ونديه وحماس. المركز الثاني، التنافس الكبير مع المركز الثاني شهرية، علي بن محمد. الله الله الله، انطلقت زعفرانة، انطلقت زعفرانة، ولونها زعفراني وشكلها زعفراني، وتبحث عن الزعفران في مساء هذا اليوم، في مساء جميل ومساءك فل، مساءك فل يا مالك زعفرانة. سيد حمد بن راشد بن سعد النابت المري في مساء هذا اليوم يختتم مساء هذا اليوم. سلام زعفرانه، سلام وسلام زعفراني، سلام في مساء شحاني اصيل مميز. 100 متر وتصل الى خط النهايه، وخط النهايه يقف مرحبا بهذا الشعار، بهذا الشعار. يا سلام، تهانينا والناموس لمالك زعفرانه على هذا الفوز وعلى هذا الانجاز. المركز الثاني وهايب او خجل على المركز الثاني لراشد بن طالب بن شريب المري. وفي المركز الثالث
المركز الثالث الشاهرية لعلي بن محمد بن فهد بن فهيد بن فهيد هالمري، والمركز الرابع الخامس المركز الرابع اللي وصلت وهي نبا لعلي بن محمد بن جابر بن ثويني، وفي المركز الخامس معذورة للسيد حمد بن علي بن عامر ألف هيدة المري. مشاهدينا الأعزاء، أيها الحفل الكريم، وصلنا إلى شوط الختام، وناخذ التوقيت الزمني، وناخذ لحظة التتويج، وناخذ التوقيت الأميز، وشوط الختام، وختمها حمد بن راشد بن سعد النابت المري مع زعفرانها، هي أمامكم على شاشة الريان، وهذا توقيتها الزمني، لحظة المنافسة مع المركز الثاني، 4:27. 13 جزء من الثانية، تهانينا والناموس. أربع دقائق 27 ثانية، 16 جزء من الثانية. المركز الثالث اللي وصلت فيه المركز الثالث شاهنية للسيد الشاهنية لعلي بن محمد بن فهيد المري، توقيتها الزمني 4:28، وسبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لكل الفائزين. إذن ها هي الفترة المسائية بأكملها انتهت، وقضت أشواط الفترة المسائية، وصلنا إلى شوط الختام وإلى ختام